بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المحاضرة الآن للدكتور طالب هادي لاحج عن نزول القرآن الكريم ونتناول المبحث الأول منه نزول مصدر القرآن لطلاب المرحلة الأولى جامعة الأنبار كلية العلوم الإسلامية قسم التفسير وعلوم القرآن. عندنا اليوم مصدر القرآن، لقد أجمع الناس بقومياتهم وبأصنافهم أجمعون علما لا يخالطه شك ولا يمكن أن يشك فيه، في أن القرآن جاء على لسان رجل عربي أمي ولد بمكة في القرن السادس الميلادي اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وإن البشرية قاطبة لم تعرف هذا الكتاب إلا عن طريق هذا الرجل. ولا خلاف بين في ذلك بين مؤمن وملحد، لأن شهادة التاريخ المتواترة لا يماثلها ولا يداخلها شهادة لكتاب غير هذا الكتاب ولا لحديث غير هذا الحادث ولا لحادث غير هذا الحادث ظهر على وجه الأرض. ولكن من أين جاء به محمد؟ أمن عند نفسه؟ أم من وحي ضميره؟ أم من عند معلم؟ ومن هو ذلك المعلم؟ الناس في هذا الشأن أو في هذا السؤال ينقسمون إلى قسمين. قسم يعتقدون أن هذا الكتاب هو كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أوحاه الله إليه، وقسم ينكرون ذلك. لكنهم كانوا متحيرين في نسبته إلى مصدر، رغم أنهم يقولون ذلك متحيرين في نسبته إلى مصدر معين، شو يقولون؟ لذلك حكى القرآن أقاويل كفار مكة بشأن هذا الكتاب أو بشأن الآيات التي تنزل أو بشأن الوحي، ورد عليها ردا ساحقا مؤكدا مصدره الإلهي قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا أفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. هذه الآية 43 من سورة سبأ تبين أقاويل كفار مكة والرد عليها بشأن القرآن الكريم. وقال تعالى: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ وما أرسلنا قبلك يا محمد إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين.
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذه الآيات من سورة الأنبياء أيضا تؤكد أن القرآن هو مصدره الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى أيضا في آيات أخرى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير. هذه أيضا آيات من سورة الفرقان تؤكد على هذا المعنى. وفي القرآن آيات أخرى حكت أقوال المشركين وبينت موقفهم من القرآن وما كانوا يعارضون معارضة باطلة لهذا القرآن. لذلك القرآن بيّن موقفهم والدعوة الجديدة كما في آيات الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى هي الآية 34 من سورة الطور. وفي سورة الحاقة أيضا آيات 39 إلى آيات 52. لكن الله سبحانه وتعالى بيّن في مقابل ذلك بيانا واضحا مؤكدا أن هذا القرآن هو من عند الله وليس من عند أحد، وإنه وحي أوحاه الله إلى رسوله محمد كما أوحى إلى النبيين من قبله، حينما قال تعالى في آيات يذكرها يقول في آيات يقول تعالى: ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير. هاي آيات أيضا من سورة الأحقاف. وقال تعالى أيضا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. هذه آيات من سورة النساء تتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى إلى نوح والنبيين وإلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وآتينا داود زبورا. يقول الله تعالى: رسلا قد قصصناهم عليك يا محمد من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. أيضا يبين الله تعالى: هناك رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
لكن الله يشهد بما أنزل إليك بما أنزل إليك هو الذي أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون. وإذا كان الله شهيدا عليك يا محمد فهذا فضل الله سبحانه وتعالى عليك، هذا مذكور في سورة النساء. إذن يبين القرآن أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له في القرآن من عمل إلا أن يعيه ويحفظه ويبلغه للناس. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له تدخل بالقرآن، هو القرآن ما عند الله ابتداء. النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا أن يعيه ويحفظه ويبلغه للناس، قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن مثل غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. في هذه الآيات من سورة يونس يبين الله تعالى إذا تتلى آيات القرآن وبينات واضحات فالذين لا يرجون لقاءنا من الكفار والمنكرين يقولون ائت يا محمد بقرآن غير هذا أو بدلهم. قلهم يا محمد ما يكون لي أن أبدلهم من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا ما أجيب من عندي، أنا أتبع ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل يا محمد لو شاء الله ما تلوته عليكم، الله يقدر ما أني أتلو عليكم ولا أني أعرفكم به ولا أني أدراكم به وتدرون بي أني بقيت فيكم عمرا من قبل عمر طويل وتعرفوني أفلا تعقلون أفلا تفهمون. إذن أكدت آيات القرآن الكريم على أن الله تعالى هو الذي أنزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كما ينكر المبطلون والمكايدون بأن محمدا جاء بالقرآن من وحي ضميره أو من عند نفسه. لذلك نكتفي بإيراد أمثلة منها تذكر القارئ والباحث والدارس بهذه الحقيقة الأساسية في العقيدة الإسلامية، فمنها قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا غيره، لا إله غيره، هو الله الحي القيوم، هو الذي نزل عليك الكتاب بالحق. الله سبحانه وتعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. هذه آيات من سورة آل عمران تؤكد أن القرآن منزل تنزيلا إلهيا لا شك في ذلك، الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزله على نبيه محمد وحبيبه صلى الله عليه وسلم. لذلك
يقول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق في الآية 48 من سورة المائدة. وقال تعالى أيضا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، الآية 2 من سورة يوسف. وقال تعالى أيضا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال تعالى أيضا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. هذه الآيات تؤكد على أن القرآن هو تنزيل من الله الواحد الأحد، تنزيل إلهي لا شك فيه، لا شك فيه. لذلك يقول الله تعالى أن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أيضا في سورة الإنسان الآية 23. إذا كانت الآيات الكريمة قد أكدت على هذا المعنى، فإن الأحاديث النبوية الشريفة أيضا أكدت عليه بأحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم هي إيحاء له، إيحاء للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عنه عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ما يذكر شيء من هواه، ولكن ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي يوحيه الله إليه تعالى في هذا الشأن. لذلك فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلن للملأ، يعلن للأمة المحمدية، يعلن للمسلمين أن هذا القرآن الذي يتلوه والذي يتكلم به والذي يوصله إلينا أو للناس ليس من تأليفه أبدا، وإنما هو وحي أوحاه الله تعالى إليه ليبلغه للناس، أوحي أوحاه الله إليه أو عليه ليبلغه للناس، وأنه المعجزة الكبرى الخالدة التي أيده الله تعالى بها. فمن ذلك قوله تعالى ما من الأنبياء من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله، ما من الأنبياء من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته أنا وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم يوم القيامة، فأرجو أن أكون أكثرهم يوم القيامة تابعا، أكثر الأنبياء والرسل أن أكون تابعا، أكثر الأمم أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. هذا الحديث يروينا البخاري في فتح الباري وصحيح مسلم أيضا بشرح النووي. هذا الحديث يؤكد على أن كل الأنبياء الله نزلهم كتب، وأعطاهم الكتب، وآمنت عليه البشر، وإنما الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الذي أوتيته أنا وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أن كل هذه الأمة ومن حولها أن تؤمن بخاتم
خاتم الرسالات وخاتم الأديان، وأن تؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والرسل. يقول ابن حجر في شرحه، يقول يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن معجزتي هذه التي تحديت بها هي الوحي، هي الوحي الذي أنزل علي، أنزله الله علي وهو القرآن، لما اشتمل به أو عليه هذا القرآن من الإعجاز الواضح البين. هذا يذكر في كتاب فتح الباري الجزء التاسع صفحة 6، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، يقول ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني بالكتاب هو القرآن، ومثله معه يعني السنة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن الله سبحانه وتعالى أتاه الكتاب ومثله يعني السنة، يعني السنة المطهرة الشريفة، وهي إيحاء أوحاه الله إليه تأييدا لما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا كثيرة تؤكد على أن القرآن لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ولكن أنزل عليه، وأن هذا القرآن هو كلام الله، هذا القرآن هو كلام الله تعالى، أوحاه الله إليه، وقد آمن بهذه الحقيقة أجيال من المسلمين ومن حولهم ومن الأمم الأخرى من لدن عصر الصحابة، ولا تزال هذه الحقيقة هي الركيزة الأساسية لإيمان المؤمنين، لا يحيد عنها إلا هالك. هذه الركيزة الأساسية هي ما صدقت الأمة الإسلامية بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ركيزة أساسية لإيمان المسلمين بحقيقة القرآن، بحقيقة ما جاء به محمد، بحقيقة ما أنزله الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وارتكز عليها إيمان المسلمين والمؤمنين من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى التابعين ومن تبعهم إلى يومنا هذا. هذا ما أردت أن أبينه في هذه المحاضرة، ونشكر إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.